معلش أنا أسفة على الإزعاج. ولا يهمك. المهم الحاجة جبتوها منين؟ دي بتاعت والدة جدتي الله يرحمها، كان اسمها جولفدان. دي كانت محظية عند الملك. واضح الملك كان بيحبها قوي عشان يديلها طبق نادر زي ده. عاجبك كده؟ عاجبك سمعة العيلة كده وستات العيلة؟ ماشي يا مراد. أعمل إيه؟ لازم أكون صريح مع ملاك بيه، وبعدين ما هيتعبت في الآخر الحمد لله. طمني يا أستاذ جلال. معلش أنا أسفة. ولا يهمك، خد راحتك خد راحتك. ألو. أيوه أنت فين؟ أنا في ميتنج. ميتنج؟ ميتنج إيه؟ ميتنج اللي قلت لك عليه بتاع صبحي. آه. قدامك قد إيه بقى كده؟ ساعة ساعة وأكون عندك على طول. تمام أوي. باي. وبعدين اعمل خبير يا استاذ. انا لازم اتحقق، وبعدين ملاك بيه مش هيدفع مبلغ قليل في الطابع. مراد عيب كده. ملاك بيه الطابع سليم. ده كلام حلو قوي قوي ده. طيب يا جماعه مبروك واتبسطوا. بس حلوة قوي الحاجات الخفيفة دي، بلاش بقى العمليات الكبيرة وأبراج ومحامين وورق والحاجات دي. وغلاوتك يا بينو أنا ما بحش عنكم لا الصغيرة ولا الكبيرة زي ما أنت شايف، بس أنتوا بحالات، يوم معايا ويوم مع السلامة. صبح أنت عارف يعني مصارين البط بتتخانق وكله في الآخر بيفك. بس دهب ليها رأي تاني. ولا إيه يا حب؟ رأيي إن إحنا ننجز عشان مش هنبات هنا. أختك اتشرست، حميت سكاكينها علينا. معلش يا صبحي، قبل بس عليا بالفلوس وانا هظبطها لك. احنا كنا متفقين على 300,000، بس انا زودتها 100 جدعانه من عندي. عشان بس اختك ما تقولش ان احنا بنتعب وصبحي بيلهف. اصل العمليه دي كانت سهله وانتوا عملتوا المهم فيها. الله عليك يا عمي. يا على الامانه والاصول، انا اتأثرت قوي. يلا يا حب ولا ايه؟ يلا بس حتى وصليني في سكتك يعني. اتفضل قبل ما اغير رايي. بلاش انت وشد. تعال. ماشي. مع السلامه.